جزاكم الله خيرا. السائل عماد له مجموعة من الأسئلة عن صلاة الجمعة، يقول أولا ما حكم البيع والشراء بعد الأذان الأول من يوم الجمعة وهل جاء فيه نهي؟ لا، بعد الأذان الأول لم يجي فيه نهي، ولكن يتأكد في حق المسلم أنه يتوجه للصلاة، لا سيما إذا كانت المسافة بعيدة يتوجه إلى الصلاة، وحتى لو كانت المسافة قريبة فإنه مطلوب منه التبكير إلى الجمعة، مطلوب منه التبكير إلى الجمعة، لا ينشغل بالبيع والشراء، يفوته الأجر، أجر المبكر للجمعة، يذهب إلى الجمعة والبيع والشراء له وقت آخر. أما البيع والشراء بعد الأذان الثاني الذي بعد دخول الإمام فإنه حرام والبيع باطل، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم.